السلام عليكم ورحمة الله. هناخد في شكل أو في نبذة سريعة جدا اللي هو النهايات. الباب هذا هو عبارة عن مدخل للتفاضل اللي هو حيتاخذوه إن شاء الله في الفصل الثاني بإذن الله. هناخد مفهوم النهاية واتصال الدالة. باقي الأبواب مش هيكفينا الوقت إن نشرحوهم أو إن نسردوهم، فناخذ مفهوم النهاية. أول شيء إحنا خذينا الدالة حتى نقدر نعرف إن الدالة هذه قابلة للاشتقاق أو قابلة للتفاضل، لازم تكون نهايتها معرفة أو إنها تكون معرفة نهاية لديها عند نقطة معينة. لما نقول نهاية عند نقطة معينة، عندي الدالة أن نحسب نهايتها عند نقطة معينة، عند فرضاً الأي، فرضاً الإكس تؤولي لأي. كلمة إكس تؤولي لأي معناها الإكس تقترب من أي، ما تساويهاش، النهاية لا تساوي القيمة لكن تقترب منها، تكاد تصل إليها لكن لا تقترب منها. يعني أنا هذا كله نحسب قيمة النهاية سواء كانت من اليمين أو اليسار، باش نشوف مدى اتصال الدالة أو وجود الدالة، باش نقدر نشتق الدالة أو نقدرش نشتقها. شرط اشتقاق الدالة إن الدالة يجب أن تكون متصلة ب. تعالوا نشوفوا، عطاني اف اكس تساوي اكس تربيع ناقص واحد على اكس ناقص واحد. قال لي قيمة الدالة هذه من اليسار ومن اليمين. كل معنى كلمة من اليسار ومن اليمين معناها بنشوف قيمة اكس لما تقترب من واحد من جهة اليسار، وقيمة اكس لما تقترب من واحد من جهة اليمين. في امثلة اخرى توضح بشكل اوضح شن معنى اليمين واليسار، لان عطيني الكل قيمة من اليمين دالة معينة ومن اليسار دالة معينة، بس احنا هناخذ المثال هذا كبداية. عطاني ليمت اف اكس تؤول اكس تؤول الى واحد. اول حاجة لما بتجي تعوض على طول، لما بتجي نعوض عن الاكس بواحد على طول، هتجد عندي واحد ناقص واحد على واحد ناقص واحد، يعني صفر على صفر. متى ما طلعت معاك النهاية صفر على صفر، هذه اسمها قيمة عدم تعيين. النهاية لو كانت تساوي صفر، لو كانت تساوي ما لا نهاية، لو كانت تساوي قيمة ثابتة سواء كانت سالبة كسر، المهم قيمة ثابتة، معناها الدالة لا وجود أو الدالة لها قيمة معينة. لكن لو طلعت صفر على صفر، ما لا نهاية على ما لا نهاية، ما لا نهاية والصفر أو صفر وما لا نهاية، هذين كلهن اسمها قيم عدم تعيين، فما ينفعش نستخدمهن أو نقول إني أنا حليت المسألة به. هذه كيف نحلها باش تقعد تساوي اثنين؟ إكس تربيع ناقص واحد، هذه ينفع نقول عليها فرق بين مربعين، لأن الواحد في واحد بواحد، يعني الواحد كأنه فوق تربيع، هذا اسمه فرق بين مربعين، فنفك قوسين اكس ناقص واحد واكس زائد واحد. حيمشي اكس ناقص واحد مع اكس ناقص واحد اللي في البسط مع المقام، قعدت عندي اكس زائد واحد، نعوض عن الاكس بواحد، واحد زائد واحد كم طلعت معايا؟ اثنين. هذه النهاية منين؟ من اليمين، سواء كانت من اليمين او من اليسار كم حتطلع معايا النهاية؟ حتطلع اثنين. هذا هيك يعني ان الدالة قيمتها تساوي قيمتها من اليسار. عطيني نهاية هنا عند نقطة معينة. قال لي إذا كانت الدالة f x معرفة على جميع النقاط القريبة من النقطة x تساوي a، القريبة منها يعني اللي تؤول إليها، وكانت قيمة الدالة تقترب من عدد معين l عندما تقترب x من العدد a سواء من جهة اليمين أو من جهة اليسار، عندئذ نقول أن الدالة كانها نعبر عن الدالة، علش نقول ان نقول ان النهاية عند تلك الدالة هي شنو؟ هي النهاية عند تلك الدالة هي من؟ هي ال. طبعا هنا عطيني التمارين النظرية، عادة التمارين النظرية نستخدمه جوا بالحسبة كيف نحسبها. تعالوا نشوفوا هنا، لو عطاني قال لي شوف أوجد قيمة النهاية من اليمين ومن اليسار للدالة 2x زائد 3. أول حاجة هذه 2x زائد 3 دالة متعددة حدود، يعني نهايتها من اليمين هي نفس نهايتها من اليسار. نجو نقول 2x زائد 3 شو تساوي؟
نحول عن قيمة، نحول قيمة اكس نعوض عنها بالقيمة اللي تؤول إليها تقترب منها. تجد 2 في 2 ب4 زائد 3 كم تعطيني؟ 7. نلاحظ أن قيمتها من اليمين هي نفس قيمتها من اليسار ب. نجو هنايا هي عندي خصائص النهايات. لو كان عندي نهاية دالتين اللي هي دالة اف اكس ودالة جي اكس، لما نجي نقول ليمت اكس تؤول الى اي الثابت، السي هذا ثابت. شنو معنى كلمة ثابت؟ عدد 7 ناقص 3 5، ما فيش متغير معه، فإن النهاية تساوي قيمة الثابت هذا. يعني الثابت هذا لو قال لي أوجد ليمت إكس تؤول إلى 35، ليمت إكس تؤول إلى 35 1/2، الناتج كم هيقعد؟ 1/2، ما يصيرش في أي تغيير اسمها الدالة أو النهاية الثابتة، يعني ما فيهاش أي تغيير. ليمت اكس اس ان حيث اكس تؤول الى اي، بسيطة، اكس تؤول الى اي حنحول اكس ونعوض عنها بقيمتها، هتقعد اي اس ان. رقم 3، ليمت سي اف اكس، السي هذا ثابت. قال لي اذا كان عندي نهاية دالة وفي عندي معامل للدالة هذه ثابت للدالة هذه، فانا شنو ينفع؟ ينفع ناخذ الثابت هذا برا الدالة ونحسب قيمته. بعد نحسب قيمته نقدر نضربه في القيمة اللي تنت عندي من النهاية. ينفع نوزع رقم 4، ينفع نوزع النهاية على حاصل الجمع أو على حاصل الطرح، وينفع نوزعها على حاصل الضرب، ينفع نوزع النهاية على حاصل قسم الدالتين، ينفع نوزعها على حاصل قلنا جمع دالتين أو طرح دالتين، ينفع نوزعها على حاصل ضرب دالتين، وينفع نوزعها على حاصل قسم الدالتين، بين نحسب نهاية البسط بروحها ونهاية المقام بروحها، بشرط اللازم ان نهاية ان المقام او دالة المقام ما تسويش الصفر. الحالة الأخيرية هي الحالة الخاصة اللي هي ندخل النهاية على الدالة الأسية وتقعد ليمت الدالة الكل أس إن، يعني الأس يشمل حتى النهاية. تعال نشوفوا التمرين في الصفحة هذه. أعطاني مثال، قال لي إذا كانت اف اكس تساوي اكس تربيع ناقص اكس واثنين اكس ناقص ثلاثة، لاحظ ان شنو أعطيني؟ اكس أصغر من أو تساوي ثلاثة. لما نحق إشارة أصغر نعرف إن هو يبي النهاية منين؟ من اليسار. ولما نحق الاكس أكبر من ثلاثة او اكبر من القيمه اي، نعرف ان هو يبي الاكس نهايتها منين؟ من اليمين. يعني هذه اصغر معناها جايه من اليسار، اكبر معناها جايه منين؟ من اليمين. نجوش نديرو، اول حاجه حنعوض عن الاكس بكم؟ بثلاثة. في اي داله؟ هذه لو كانت النهايه من اليمين، لو كانت النهايه من اليمين حنعوض الاكس بثلاثة، نعوض في الداله 2 اكس ناقص 3. 2 × 3 = 6 ناقص 3 تعطيني كم؟ 3. تعال نشوفه من اليسار، حنعوض في الاكس تربيع ناقص اكس، يعني نقوله 3 كل تربيع ناقص 3، يعني 9 ناقص 3 كم تعطيني؟ 6. هل القيمتين في اليمين واليسار متساوية؟ لاحظ انها هي غير متساوية، فتكون النهاية غير موجودة. شرط وجود الدالة ان النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار، وهذه الحالة اللي دوينا عليها اللي قلنا هو يعطي دالتين تحت شرط معين، وين اللي من اليمين وين اللي من اليسار. عندي هنا ليمت 5 اكس تؤول 2، طبعا هذه الدالة سواء كانت من اليمين او كانت من اليسار هذه الدالة الثابتة مش هتتغير، فيكون لها وجود. اكس تربيع حنعوض عليها هتقعد 3 تربيع، تمام، هتقعد 9. نفس الشيء هنا 3 ناقص 3 اكس تكعيب، حنعوض عن التلاتة حنعوض عن الاكس ب2. في هذين كلهن نلقى ان ما فيش فكرة. نجي الرقم 5، ليش ما فيش فكرة في 3 و4؟ هذين متعددة حدود، هذين متعددات حدود. القصة لما تقعد عندي بسط ومقام معناها انا لازم ندير طريقة باش نحل بيها باش ما يطلعش الناتج بتاعي 0/0 هنا، لاني لو عوضت عن الاربعة
اتنين في الأربعة بتمانية، تمانية ناقص تمانية البسط بصفر، واتنين وأربعة زايد وأربعة زايد اتنين تعطيني ستة، صفر على ستة شو بتساوي؟ صفر. تمام، هذه ما فيهاش أي فكرة، يعني تعويضها جاء صحيح. الفكرة لو كانت صفر على صفر معناها مضطر إنك أنت تحلل، لكن هنا مجرد ما عوضت أعطتني قيمة. ونبي نقول لكم إن أول طرق حل النهايات هي التعويض المباشر. لما نجي هنا إكس تربيع زائد واحد على اثنين إكس على اثنين ناقص إكس الكل أس خمسة، حندخل ليمت جوا وتقعد نفتح قوس ليمت إكس تؤول إلى واحد إكس تربيع زائد واحد على اثنين ناقص إكس الكل أس خمسة، ونعوض عن إكس بواحد، يعني واحد زائد واحد تعطيني اثنين، واثنين ناقص واحد تعطيني واحد، يعني اثنين على واحد الكل أس خمسة كم تعطينا؟ 32. حتى هذه بالتعويض المباشر على طول. إذا كانت النهاية لما نجي نعوض مباشرة نلقاها صفر على صفر، معناه في الحالة هذه نبي نضطر إني أنا نستخدم طريقة أخرى. طب تعالوا شوفوا هنا، رقم واحد عطاني إكس تؤول إلى تلاتة، لما نجي نعوض مباشرة تجد عندي تسعة ناقص تسعة على تلاتة ناقص تلاتة، يعني صفر على صفر، ما ينفعش الطريقة هذه. لو طال نجي نبحث في المقام ما عنديش فيها أي طريقة نديرها إني أنا مثلا نحلل والله هني، لأن كلهن لو سبتحن واحد ما فيش بيناتهن عامل مشترك. لكن فوق عندي إكس تربيع ناقص تلاتة إكس، الحد الأول فيه إكس والحد التاني فيه إكس، معناه ناخذ الإكس برا عامل مشترك، وتجد عندي إكس ناقص تلاتة. تمشي إكس ناقص تلاتة بسط مع إكس ناقص تلاتة، المقام وفضلت فوق عندي من إكس، ونعوض عن الإكس بقيمتها كم تطلع معايا؟ تلاتة. يعني النهاية هنا موجودة أو معرفة، وكم قيمتها؟ تلاتة. نجول إكس تربيع ناقص خمسة إكس زائد أربعة، هذا مقدار ثلاثي لو طا ما نغيرش فيه أي شيء. لو أنت تعوض عن الواحد تجد واحد ناقص خمسة زائد أربعة، واحد ناقص خمسة تعطيني ناقص أربعة، ناقص أربعة زائد أربعة تعطيني صفر، واحد ناقص واحد تعطيني صفر، صفر على صفر. التعويض المباشر ما يحليش الدالة. في الحالة هذه لازم نحلل، وما بتحلل حتحلل المقدار الثلاثي. بنقول عددين حاصل ضربهم أربعة مجموعهم خمسة، نجو نفكروا العددين اللي حصل ضربهم أربعة، ديما الحد الأخير يحصل ضرب أربعة، اتنين في اتنين باهي، هل جمعهم خمسة؟ لا، من فاضل عندي واحد في الأربعة، واحد في الأربعة بأربعة، واحد زائد أربعة كم تعطيني؟ خمسة. معناها إكس واحد إكس أربعة. شو الإشارات اللي بيناتهم؟ نجي نبحث نقول بما أن إشارة الحد الأوسط سالبة والأخير موجبة، معناه الإشارتين سالبات، هتقعد إكس ناقص خمس واحد وإكس ناقص أربعة. تمشي إكس ناقص واحد مع إكس ناقص واحد اللي في المقام، تفضل عندي فوق إكس ناقص أربعة، ونعوض عن الواحد نعوض عن الإكس بواحد، تقعد واحد ناقص أربعة تعطيني ناقص تلاتة. وبهكي نكون كملنا مناقشة الدواء. بالنسبة للطلبة اللي يرغبوا في إجراء بحث على مادة الرياضيات، لو إن إحنا نبو نديرو بحث بإني أنا نجيب، عندي طريقتين، إني أنا نجيب مجموعة تمارين على واحد من الدروس ونقوم بالحل حلهن ونشرح طريقة الحل اللي استخدمتها، هذه حالة، أو إني أنا ناخذ واحد من الدروس كدرس فرضا المجموعات ونقوم بشرحها. يعني كيف نقوم بشرحها؟ يعني يعني نقول أنا فيش نستفيد منه، فيش نستفيد منه، فيش نستفيد منه في الحياة العلمية. أول حاجة درس المجموعات يفيدني في دراسة علوم اللي هي متطورة، اللي هي علوم الحاسوب، في مادة في الحاسوب اسمها الديسكريت اللي هي تحليل البيانات، او رياضيات منفصلة، الديسكريت رياضيات منفصلة. لما نجي انا باش نتعامل مع لغة الحاسوب، او اني انا نبي نعرف الحاسوب كيف يشتغل،
معروف أن الحاسوب يشتغل بالصفر والواحد، لكن في الداخل الجهاز من جوا لو أنت تكتب له جملة كيف يفسرها؟ نلقى أن التفسير بتاعه يعتمد عليه جبر المجموعات اللي هو درسناه أو راجعناه في بداية المحاضرات، أو أني أنا نستخدم، أو أني أنا ندير بحث عن الأسس، بأني أنا نقول الأسس هذه فيش نستخدم فيها. طبعا أغلبية الأسس واللوغاريتمات والهني تستخدم في الفيزياء وعلوم الفضاء والشي هذي. طالب حر في أنه هو يستخدم طريقة البحث اللي تريحه، بشرط أنه هو يستفيد منه. إن شاء الله نشوفكم على خير الفصل الجاي، كل عام وأنتم بألف خير.